محمد صلى الله عليه وآله وسلم اجتباه الله، انتقاه الله، اصطفاه الله، اختاره الله، فأعزه ورفع ذكره وتكفل بحفظه وحمايته. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس. ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا تزكية لعقله صلى الله عليه وآله وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا تزكية لعلمه صلى الله عليه وسلم، فعلمه علم وحي، علم رباني.